خرسانة الرش شوت كريت هي نوع من الخرسانة المطبقة بواسطة رشاشة خاصة بدلاً من صبها في قوالب تقليدية. تستخدم خرسانة الرش عادة في البناء والتشييد. واحد، تستخدم خرسانة الرش في العديد من التطبيقات مثل تعزيز الهياكل الخرسانية، تعزيز الأنفاق، تعزيز البنى التحتية، تشكيل الجدران الجانبية للتلال والجسور، والحماية من الانهيارات الأرضية. 2، تواجد نوعين رئيسيين من خرسانة الرش، الرطبة والجافة. الرطبة تحتوي على مزيج من الإسمنت والرمل والماء، بينما الجافة تحتوي على مزيج جاهز من الإسمنت، والرمل يرش بواسطة الهواء ويتم رطبته عند الرش. 3، يتم رش الخرسانة على السطح المستهدف بواسطة رشاشة خاصة بضغط عال. يتم تطبيق طبقات رقيقة من الخرسانة بشكل تدريجي لبناء السمك المطلوب. 4، من مزايا خرسانة الرش سرعة التطبيق والقليل من المتطلبات اللازمة للعملية والقدرة على التطبيق الرأسي والأفقي وقدرتها على التكيف مع الأشكال